وصل أهالي وادي برد المهجرين قسرياً من ريف دمشق إلى مناطق متفرقة من محافظة إدلب. هنا في مركز الإيواء المؤقت ما زالت بعض العائلات تتوافد إلى هذا المكان، بالإضافة إلى عائلات توزعت على مدينة إدلب وبعض القرى والبلدات. العدد الحالي الذي وصل إلى المحافظة 2100 شخص، بينهم 70 جريحاً بعض منهم حالتهم خطرة، توزعوا على المشافي الميدانية لتلقي العلاج. والله الوضع كان كثير سيء، يعني ما في لا خبز، الأكل قليل كثير كثير، خلص الأكل من عنا، ما وقف إطلاق النار أبدا أبدا أبدا، كل يوم قصف قصف قصف، ما هدي القصف أبدا، وقناصة حرارية، كل أنواع الأسلحة. نحن كنا، أنا طبعا كنت مع من جملة السوار اللي كانوا لآخر لحظة. كان الوضع مزري جدا، النظام استغل الهدنة بجميع أنحاء سوريا وكرسها كلها لوادي بردة أو لعين فيجي وبسيمي تحديدا بكل أنواع الأسلحة، يعني الغارات ما بتنعد. كان الله يرحمه في اللواء اللي كان مقدم المبادرة، كانت مبادرة جيدة جدا للنظام وقلنا، بس ما بتوافق إيران وبتوافق حزب الله، لذلك صفوه على الحاجز مع هذا العميد قيس فروي، صفوه على الحاجز لأنه المبادرة ما بتوافقهم، ما بتوافق المؤامرة تبعهم.